بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هنكمل الجزء الثاني من complications during hemodialysis. لازم نفرق زي ما قلنا في المحاضرة اللي فاتت في complications during hemodialysis اللي هو intra dialysis session، وفي complications ليها علاقة بالdialysis. دي بتجي طبعا في أي dialysis patients ملهاش علاقة بالsession، زي CKD MBD، الأنيميا، cardiovascular complications، neurological، psychological، nutritional problems، كل الحاجات دي إن شاء الله هيبقى لها محاضرة. لكن إحنا بنتكلم على complications during hemodialysis session. امبارح المحاضرة اللي فاتت اتكلمنا على أهم complications والmost common اللي هي intradialytic hypotension، واتكلمنا كمان هنت على intradialytic hypertension، واتكلمنا على الvolume والhypertension management عموما في dialysis patient. النهاردة هنبتدي نكمل بقية الcomplications. الcomplication الثانية هي muscle cramps. muscle cramps الاتيولوجي بتاعها بالضبط والpathogenesis مش معروف، لكن لو ليها علاقة جنرالي بما بيحصل لهايبوفوليميا للبيشنت، فبتيجي أكتر حاجة مع البيشنت اللي بيحصل لهم هايبوتنشن. فلما يحصل muscle cramps غالبا بيبقى البيشنت حصل له هايبوتنشن، هايبوفوليميا، انكريز ألتا فلتريشن ريت، الناس اللي بيغسلوا أجنس لو صوديوم داليزيت، كل دولت معرضين ان يجي لهم كرامبس. طب ليه اللي بيحصل؟ اللي ما بيحصل هايبوفوليميا بيبتدي يحصل ريفلكس فاسو كونستريكشنز للفيسز اللي بتبقى رايحه للمسلز، فيبتدي يقل البروفيوجن للمسل، فيبتدي يحصل مشكله في ريلاكسيشن فيحصل الكرامبس. الكرامبس دي كمان لقوها اكتر في الناس اللي بيبقى عندهم هايبوماجنيزيميا، او بنبتدي نستخدم داليزيت فيه ماجنيزيوم لو شويه، وبيبقى ريزيستنت شويه للتريتمنت اللي عندهم ناس اللي عندهم هايبوماجنيزيميا. عشان كده دايما نحب نصلح الهايبوماجنيزيم. الناس اللي البوتاسيوم بتاعهم لو، لو هو البيشنت جاي بري داليزيز البوتاسيوم بتاعه لو، وانا بغسل كمان اجينس لو داليزيت، فبالتالي بيبقى معرضين اكتر يجي لهم كرامبس. او الناس اللي هم بيبقوا الكالسيوم بتاعهم لو، يعني اذا كنت انا بستخدم لو كالسيوم داليزيت اللي هو التركيز الاقل 1.25 ملي مول بير لتر، او اللي بيكونوا كمان بياخدوا فوسفيت بايدرز بيبقى نان كالسيوم بيز زي سيفيلامر، او بياخدوا سيناكالسيت، دول كلهم معرضين يبقى يجي لهم كرامبس. طيب لو حصل الكرامبس هعمل ايه؟ رقم واحد، لو انا لقيته مع الهايبوتنشن انترادريتيك هايبوتنشن، وده اكتر حاجة بتحصل في الحالة دي، ان احنا هنعمل ريستوريشن للهايبوفوليميا، هلاقي البلاد بشر بيتحسن وكمان الكرامبس بتتحسن. ده في معظم الاحيان، وبعض الناس ممكن انا بعد حتى ما اعمل ريستوريشن للفوليوم والبلاد بشر بلاقي ان الكرامبس انها بيرزيستنس شوية. طيب انا هدي ايه الفلويدز؟ زي في ما اتكلمنا انترادريتيك هايبوتنشن، هناك كنا بنفضل ان احنا ندي نورمال سلاين، لكن هنا في الكرامبس لو الاستجابه اكتر للهايبرتونيك فلويدز. اكتر حاجه فيه هو الجلوكوز. لما بندي هايبرتونيك جلوكوز بتركيز يعني 25% مثلا او 50% بيتحسن بطريقه احسن، بس ناخد بالنا طبعا بتركيز الجلوكوز العادي لو كان البيشنت دايابيتك وكان البلاد شوجر نوت كنترولد. طب ندي هايبرتونيك سالاين ممكن، لكن هي مشكلته انه هيبقى في صوديوم لود، يبقى يو بيشنت بيخرج بوزيتيف صوديوم بالانس، ممكن يبقى ثيرستي ويشرب ميه كتير فيجي لي الانترادريتيك والجين بتاعه اعلى. المانيتول ممكن استخدم المانيتول، ويعني ما بنفضلوش قوي لانه بيحصل له اكوموليشن. طيب في بعض الناس ممكن ندي نيفيديبين، نيفيديبين كالسيوم تشانل بلوكر، وبالتالي ده هيقلل الكونتراكتيليا اوف ذا ماسلز، فبيفيد طبعا الناس دولت. ممكن نديهم 10 ملي جرام، الناس اللي بيجي لهم كتير خصوصا قبل السيشن، فممكن يجيب ايه نتائج. بس طبعا انا هديله اذا كان البلاد بريشر هيموداينامك ستيبل، ما يكونش معاه هايبوتنشن واديله نيفيديبين. لا الكلام ده لو حصل كرامبس وداوت هايبوتنشن. في ناس ممكن نبتدي نعمل لهم فورسد ستريتشنج اوف ذا انفولفد ماسلز. هو عموما الكرامبس ممكن تحصل في اي ماسلز، لكن هي اكتر مكان بتيجي في الكاف ماسلز. لما بنبتدي نعمل فليكشن للانكل يبتدي البيشنت يبتدي الكرامبس ممكن تبتدي تتحسن. طيب مساج، في ناس بيلجوا ان احنا ممكن نعمل مساج للماسلز، وان كان دي مش افكتيف قوي يعني ما بنستخدمهاش، يعني تعالوا عملنا مساج للدكتور يبقى احسن، يعني هيجيب نتائج احسن. طيب البريفنشن، الناس اللي بيجي لهم كرامبس كتير انا ممكن امنع ده ازاي؟ اول حاجه بيبقى فيه ستريتشنج اكسرسايز بروجرام، بيبقى فيه بروجرامز معينه بتقعد نعمل ستريتشنج للمسلز، وبالتالي ده ممكن يحسن الموضوع بطريقه تكون افكتيف جدا. وحتى الناس خصوصا الناس احيانا بيجي لهم كرامبس بره السيشن كمان، خصوصا النوكتورنال، يبقى هو نايم ويجي له كرامبس، فدول بيستفيدوا جدا من الستريتشنج اكسرسايز بروجرام.
الحاجة التانية ان احنا ممكن نزود الصوديوم في الداليزيت شوية، وان كنا احنا دايما قلنا ما بنفضلش دي عشان هيزود لي الانتراداليتيك ويت جين. طبعا لو البيشنت كان هايبو ماجنيزميك يبقى بيفضل ان احنا نعلي المغنيزيوم في الداليزيت. في المحاضرة بتاعت الدالس سوليوشن احنا كنا بنتكلم، بيقول في دايما هو بيبقى المغنيزيوم بيبقى 0.375 او 0.5، فاحنا دايما نفضل ناخد الدالس سوليوشن لو كان في افيلبل معانا ان احنا ناخد اللي هو التركيز الاعلى اللي هو 0.5 ملي مول. طيب هل ممكن ندي اورال مغنيزيوم، يعني مغنيزيوم صلفيت او حاجه، يعني لو انه مش افكتيف قوي يعني لو اتاخد اورال يعني، لكن ممكن نحاول بيه. في ناس بيدوا ال كارنتين او فيتامين اي قبل السيشن بيقولوا بيحسن شويه، وفي ناس بيستخدموا اللي هو بعض الكومبريشن ديفايسز، يعني بيبتدي يعملوا حاجه بيلفوها على المسلز اللي بتبقى انفولفد الكاف مثلا، مسل مثلا، ويبتدي يحصل كومبريشن ريلاكسيشن. كومبريشن ريلاكسيشن ده بيحسن شويه موضوع الكرامبس. في البعض بيلجأ الى الكاينين سلفيت يدوه، لكن لقوا ان هو ليه مشاكل معينه، ممكن يعمل ثرومبوسيتوبينيا، ممكن يؤدي بعض الناس يبقى عندهم هايبر سنسيتيفيتي، والحاجه الاخطر ان هو بيعمل برولونجيشن للكيو تي انترفال، وبالتالي هو نوت ادفايزبل ان احنا ندي الكاينين سلفيت. الكومبليكيشن اللي بعد كده اللي هو النوزيا اند فوميتنج. النوزيا اند فوميتنج من الحاجات اللي بتقابلنا كتير، يمكن 10% من البيشنتس اثناء الداليسيس بيجي لهم نوزيا وفوميتنج. اكتر سبب يعمل كده ان هو يبقى اسوشيتد مع الهايبوتنشن بالظبط زي ما حصل مع الكرامبس. الحاجة التانية ان هو ممكن يكون early manifestation لـ disequilibrium syndrome اللي هنتكلم عنها كمان شوية. الحاجة اللي بعد كده ممكن يكون ده من manifestation بتاع dialyzer reaction، هنتكلم عنه كمان شوية. ممكن يكون البيشنت already عنده gastroparesis، وده بيبقى اكتر في الناس اللي هم diabetic، فممكن يبقى exaggerated اثناء الدياليسز، ويبقى اثناء الدياليسز يجيله vomiting. الناس كمان اللي بيبقى فيه contamination للدياليزيت بكالسيوم او صوديوم ممكن يبقى ده معرضين، دي المانيفستيشنز بتاعته بيبقى من ضمنها النوزيا اند فوميتنج زي ما قلنا في محاضره الدالسيس سوليوشن والووتر بيوريفيكيشن. هنا مش ان انا مجرد زودت الكالسيوم او الصوديوم في الدالزيت، لا ده كونتامينيشن يعني نسبته عاليه يؤدي ايه الى نوزيا اند فوميتنج. طيب الناس اللي بيجي لهم نوزيا اند فوميتنج نتعامل معاهم ازاي؟ لو حصل اثناء السيشن لو هو ليه علاقه بالهايبوتنشن يبقى هنعمل ريستوريشن للبلاد فوليوم والبلاد بريشر تاني عن طريق ندي انترفينس فلويد زي ما قلنا قبل كده. اما اذا كان ملوش علاقه بالهايبوتنشن في الحاله دي احنا بنبتدي ندي انتي اماتكس. نفس الشيء عشان نمنع الكلام ده، الناس اللي بيجي لهم نوزيا وفوميتنج كتير على السيشن، اذا كان اول حاجه ليها علاقه بالبلد بريشر يبقى نتجنب انه يحصل ايه هايبوتنشن عن طريق ان ما يزيدش البيشنت في الانترديتيك ويت جين، ونبتدي نبقى عندنا التفليشن ريت هادي زي ما قلنا في المحاضره اللي فاتت، وبالتالي احنا هنتجنب الهايبوتنشن ونتجنب الايه الفوميتنج. اما اذا كان الفوميتنج ده ملوش علاقه بالهايبوتنشن اللي بيحصل والبيشنت بيبقى بلاد بريشر بتاعه اوكي، يبقى في الحاله دي قبل السيشن بنبتدي نقول البيشنت خد ميتوكلوبرامايد من 5 الى 10 ملي جرام قبل السيشن، ده بيقلل كتير النوزيا الفوميتنج. من الكومبليكيشنز اللي بتقابلنا كتير قوي هو الهيدك. بيشنت يبتدي يشتكي من هيدك وهو على الدياليسيس سيشن، ده يوصل اب تو 70%. طبعا ممكن يكون مايلد ممكن يكون مودريت حسب. اكتر سبب يعمل كده ان هو ممكن يكون من المانيفستيشنز اوف ايرلي ديس اكليبريم، تيجي حاله خفيف احنا ولا ممكن يجي نوزيا وفوميتنج، ممكن يجي كمان بهيتك. الحاجه الثانيه ودي يمكن من الاسباب اللي بنشوفها كتير اللي هو الكافيين والدرول، بيبقوا بيشنز بيشربوا قهوه كتير فبيبقى دايما متعود على نسبه كافيين في البلاد بنسبه كبيره. الداليسيس بينزل بيعمل اكيوت دروب للكافيين في البلاد بيبقى دايلايزبل بسهوله جدا، فلما بيتسحب من الدم البيشنت يبتدي يشتكي من هيدك. فطبعا دولت اول ما نبتدي نديهم فنجان قهوه الهيدك يروح، وبالتالي دولت بيبقوا ايه من الحاجات الكومن قوي. الانستنس كمان او الكوزس من الهيدك بيكون ان هو ممكن الناس اللي عندهم هيستوري اوف مايجرين يبقى بريسيبتيتد بالدياليسيس، يبقى هو المايجرين ستيبل او لكن لما يجي يغسل يبتدي المايجرين يرجع تاني. دي برضو من المشاكل اللي بتقابلنا، دي من انواع الهيدك. لكن لو لقيت ان البيشنت جاي بسيفير هيدك ومش بيستجيب مع المديكيشنز اللي انا هديها زي الباراسيتامول، لا في الحاله دي لازم افكر نيورولوجيكال كوز، ليكون البيشنت دخل مثلا في سيريبرال هيموريدج، وخصوصا ان انا اديته انتي كواجليشن على الدياليسيس وابتدى يبقى يخش في بليدنج، ففي الحاله دي لازم ايه اكسكلود الحاجه دي، ما بيكونش الهيدك العادي اللي البيشنت متعود عليه.
طيب اللي بيجي له هيدك نعمله ايه؟ اكتر حاجه نديله حاجه بين كيلر، الباراسيتامول دي الحاجات السيفو بنديها وبتحسن. الحاجه التانية عشان نمنع الموضوع دوت، لو هو من الناس اللي هم الكافي درينكرز، في الحاله دي لما بنديله فنجان قهوه وممكن يكرره البيشنت بيتحسن كتير، وسواء فهو البريفنشن هنا او يبقى قبل ما يجي ياخد فنجان قهوه واثناء السيشن ياخد فنجان قهوه، هتلاقي الموضوع بيتحسن كتير. الناس اللي هم بيبقوا عندهم الصوديوم لو في الدياليزيت ممكن يبقوا معرضين شويه للهيدك، فسوري العالي الصوديوم عالي في الدياليزيت، فاحنا لو قللنا الدياليزيت شويه ممكن الصوديوم في الدياليزيت يبتدي يتحسن الموضوع. في كمان ناس اللي عندهم هايبوماجنيزيميا، لو احنا صلحنا الهايبوماجنيزيميا الهيدك برضو الانس بتاعته بتقل في البيشنتس دول. الكومبليكيشنز الخمسه اللي هي الشست بين اند باك بين، ممكن اثناء السيشن بيشنت يبتدي يشتكي من شست بين او شست تايتنس، واحيانا يبقى باك بين. الانس بتاعه ما بيكونش عالي قوي من 1 إلى 4%، ممكن ده يكون سبب من اسباب اللي هو الدياليزر رياكشن هنتكلم عنه كمان شويه. ففي الحاله دي لو كان هو ده السبب بنبتدي نعمل شيفت لانذر تايب اوف ذا دياليزر، ممكن يكون هو بس بيجيله مع التايب ده. الحاجه الثانيه ممكن يكون الشيست بين ده اللي هو التيبيكال بتاع الانجينا، والبيشنت معروف ان هو اسكيميك هارت ديزيز، فطبعا الدياليسيس بيبقى هايبر ديناميك سيركيليشن، فالبيشنت بيجي له التيبيكال شيست بين بتاع الانجينا راديتنج للشولدر واثناء الدياليسيس. يبقى في الحاله دي احنا هنعالج بالانجينا، ندي الماكسيمم تريتمنت، ده طبعا ان بتوين ممكن هي ندي نايترايت او نايتريت سابلينجوال، ونبتدي ندي البيشنت اوكسجين، وطبعا البيشنت لازم نحسن لهم الهيموجلوبين اذا كان لو. ممكن يكون بيريكاردايتس، يبقى تسمع بقى الايه الساوند بتاع البيريكاردايتس الليذري ساوندز، وما بيكونش ليه علاقه بالريسبيريشن، ونبتدي ايه نصلح الموضوع ده، نشوفه ايه، هل هو نتيجه انديكو داليسز ولا حاجه فايرال ولا حاجه، طبعا بالشكل بتاعه، او يكون بيجي مع الاير امبوليزم او الهيموليسيس، وده هنتكلم عنه كمان شويه ان شاء الله. الكومبليكيشن اللي بعد كده اللي هو الايتشنج، الايتشنج اللي هو بيحصل اثناء الدياليسيس بس، يعني ان بتوين، يبقى البيشنت مفيش ايتشنج، يجي يغسل يبتدي يظهر ايتشنج، ويبتدي ايه يظهر الحكه جامده جدا، فده يبقى ليه حاجه ليها علاقه بالسيشن، ممكن يكون من الدياليزر رياكشن او يكون عنده هيبرين سنسيتيفيتي. طيب المانجمنت هنا ايه؟ قال لك البيشنت اللي بيجي لهم كده دايما نعمل لهم احيانا اويل باث، او بنحط لهم كريمات مرطبه مويسترنج اوينتمنت، بنبتدي ندي من الحاجات الانتي هيستامينيك اورال عادي، بندي حاجات زي الجابابنتين اللي في الماركت اسمه نيورنتين، او اللي هو بري جابالين اللي هو الليريك، بندي هنا من 100 ل 300 ملي جرام، وهنا بندي 75 الى 150 ملي جرام. احيانا بيستجيبوا للالترا فالوت بي. الاورال تشاركول يبتدي ندي 6 جرام بير داي. احيانا يستخدموا التاكرولمس اوينتمنت اللي هو البروجراف، والنالتريكسون اللي هو الانتيدوت بتاع المورفين. لو لقينا البيشنت لا ده هو اصلا ان بتوين دياليسيس عنده اتشنج واكساجريتد اثناء الدياليسيس، يبقى غالبا ده عنده سكندري هايبرباراثيرويدزم، وفي الحاله ديت احنا بنبتدي نصلح الكالسيوم والفوسفور والبي تي اتش، نعالج السكندري هايبرباراثيرويدزم. ولو كمان لما بنحسن الاديكوسي اوف دياليسيس الكي تي اوفر في، السيمتومز بتاعت الاتشنج بتتحسن كتير. في ناس بيبقى عندهم انتراكتبل اتشنج، يعني اثناء الدياليسيس ما بيتحسنش خالص، ويكون حاجه مزعجه جدا ما بتتحسنش غير لما بيعمل رينال ترانسبلانتيشن. طبعا انا في بعض الناس طبعا لو اتشنج لو هو ممكن له علاقه بالدياليزر وغيرت الدياليزر ممكن الموضوع يتحسن، او يكون ليه علاقه بالهيبرين، ولما نوقف نعمل هيبرين فري دياليسيس يبتدي الاتشنج يروح، يبقى في الحاله دي بيكون ليه علاقه بالهيبرين او بالدياليزر تايب نفسه. نيجي بعد كده واحد من الكومبليكيشنز الخطيره اللي احنا ممكن نقابلها، وان كان بقت رير دلوقتي لان الناس بقت اورينتد بيها فمبقتش تحصل نادرا، اللي بنقول عليها ديس ايكوليبريم سيندروم. الديفينيشن اوف ديس ايكوليبريم سيندروم هو ان ده سيستميك اند نيورولوجيكال سيمبتومز اسوشيتد مع اي اي جي تشينجز اوكيرينج ديورينج هيموداليسيس او جاست افتر هيموداليسيس. الايتيولوجي بتاعها هو مش مفهوم بالظبط، لكن بيعتقد انه ان البيشنت بيكون جاي بفيري هاي ليفلز اوف يوريميا، يعني اليوريا بتكون عاليه جدا، فدول اللي هم الناس اللي جايين اكيوت بيخسروا لاول مره، او يكون حتى البيشنت اللي هم بيخسر ريجولار داليسيس لكن هو فوت جلسه او اتنين او اكتر، وبالتالي جاي في سيفير اليوريميك، فبيكون اليوريا في البلد عاليه جدا.
فاول ما يغسل اجانس الدياليزيت اللي هو فيه زيرو يوريا هيبتدي يحصل ايه رابيد ديسند لليوريا، فيبقى البلازما هنا بتكون هايبوتونيك، هايبوتونيك بالنسبه للبرين سيلز، فيبتدي الووتر يتحرك منه الى جوه البرين سيلز. يتحرك ايه حسب الاي الانكوتيك جريدينت يعني او الاوزموتيك جريدينت. فيبقى في الحاله ديت اللي ايه يبتدي البيشنت البرين سيلز يحصلها سوولينج ويحصل سيريبرال اديما. فاذا كان الموضوع مايلد خفيف يبقى مجرد البيشنت يجي نوزيا فوميتنج هيديك، لكن لو سيفير ممكن يجي بسيجرز وممكن يخش في كوما ممكن يموت يحصل له ايه دث. طيب احنا لو حصل ديس اكليبريوم سندروم نعمل ايه؟ قال لك اول حاجه اذا كانت الحاله مايلد شويه نوزيا فوميتنج هيديك، لا في الحاله دي احنا ناخد بالنا فنقلل البلاد فلو ونبتدي ندي حاجه ترفع الانكوتيك بريشر شويه زي هايبرتونيك ايه سالاين او جلوكوز. لكن لو الحاله سيفير وابتدى البيشنت يخش في سيجرز، لا في الحاله دي احنا هنوقف الدياليسيس ونبتدي نرفع الايه الانكوتيك بريشر بسرعه عشان نبتدي نسحب الماي من البرين سيلز تاني. فبندي مانيتول من 10 ل 15 جرام او ان ندي حتى هايبرتونيك سالين او جلوكوز اذا كانش المانيتول موجود. 10 ل 15 جرام يعني ايه؟ يعني احنا لما بنجيب البوتل بتاع المانيتول هيبقى مكتوب عليها رقم يقول لك مثلا 10% او 20%. 10% معناها ايه؟ معناها ان في 10 جرام لكل 100 ml لكل دي سي لتر من الفلويد ده في 10 جرام. فبالتالي لو هو البوتل 10 جرام 10 10% يبقى هندي حوالي 100 ل 150 ml. طبعا السيجر دي لازم تاكد ان احنا عندنا بيتنت اير واي، ولو طبعا احتاج البيشنت اوكسجين او اي حاجه هنديها له. طبعا لو هو المانيفيستيشنز والسيجرز دي نتيجه الديس اكليبريم سندروم بيبقى طبعا السيتويشن بتاع البيشنت واضح ان هو جاي فيري يوريميكو وبنغسل له فبيحصل بسرعه. ففي الحاله دي هي تتحسن السيمبتومز within 24 hours. لكن لو هي طولت عن كده او الكلينيكال السيناريو نفسه مش ماشي مع الديس اكليبريم لازم افكر في اي كوزز تانية سيريبرال، يكون في اي حاجه تانية تكون عملت ايه موضوع السيجرز ده. طيب ازاي بيشنت هو جاهل لي اصلا فيري يوريميك والليفلز عاليه جدا وانا هعمله دياليسيس، فابتدي اتجنب ديس اكليبريم ازاي؟ ان احنا نعمل ما نكونش اجريسيف في تريتمنت في الاول. يعني احنا لما نيجي نتكلم على الدياليسيس بريسكريبشن والدياليسيس اديكوسي هنقول ان احنا عشان نعمل كليرنس كويس لازم نزود التايمنج، نستخدم سيرفيس اريا للدياليزر كبير، نزود البلاد فلو عشان نعمل كليرنس احسن. هنا لا، احنا هنعمل باد سيشن، يعني احنا هنتعمد نعمل باد سيشن. كل اللي اتعلمناه عشان نحسن الكليرنس هنعمل عكسه. يعني ايه؟ يعني التايمنج هندي شورت سيشن ساعه ونص ساعتين، البلاد فلو يكون اقل حاجه نخليه على 200 ml، نستخدم دياليزر السيرفيس اريا بتاعه قليل، وبالتالي انا التارجت بتاعي ان انا اقلل اليوريا في السيشن دي او السيشن او البيشن اذا كان يوريميك قوي ان انا اقل انزلها اقل من 30%، مش عالي زي ما بنزل 60 و70%. الحاجة التانية ما يبقاش انا بستخدم دياليزيت الصوديوم بتاعه له، هيبقى هايبوتونيك قوي فهيزود لي الريسك بتاع ديس اكليبريم سيندروم. الحاجة التانية في ناس بيبتدوا عشان البريفنشن الميول العالي يبتدوا يدي فينوتوين، بيدوا 1 جرام اللي هو بلودنج وبعد كده يمشي على 300 ميلي جرام ايه ديلي. فده بالنسبة لديس اكليبريم، واحنا قلنا دي ما بقاش نشوفها كتير زي زمان لان الناس خلاص كل النفروجيست بقوا اورينتد بيها وبيعرفوا يتعاملوا مع الناس اللي جي بهاي ليفلز اوف يوريا. الكومبليكيشن بعد كده دي من الكومبليكيشنز الخطيره واكترير خالص انها تحصل دلوقتي اللي هو الهيموليسيس، يحصل اكيوت هيموليسيس ديورنج اي سيشن. طيب ايه اسبابه؟ اسبابه حاجه من الاثنين، يا اما تكون ميكانيكال كوزز يا اما في مشكله في الدياليزيت نفسه دياليسيس سوليوشن او الووتر. الميكانيكال ان يبقى في مثلا في كينكينج في البلاد لاينز، دي حاجه ميكانيكال تعمل هيموليسيس. رولر بامب نفسه فيه ديفكت، اللي احنا عندنا بلاد لاين بيبقى معدي جزء منه جوه البلاد بامب رولر فبيضغط عليه كومبريشن لفيلي وفي ديفكت يعمل لي ميكانيكال هيموليسيس، او يكون ان البلاد فلو احنا بنستخدم بلاد فلو عالي بس حاطين نيدل صغير يعني مثلا 17 جيج وحاطين بلاد فلو عالي قوي 400 مثلا، فطبعا ده ممكن يعمل لي ميكانيكال هيموليسيس. لكن غالبا الحاجات دي تكون مايلد وبتعدي من غير ما يبقى فيه مشاكل. الحاجة التانية انه يكون في عندي مشكلة في الدياليزيت نفسه ان التمبريتشر بتاعته عالية قوي، فيبقى ايه التمبريتشر بتاعته لو عالية تبتدي تعمل لي هيموليسيس للار بي سيز، بس طبعا ده بيبقى صعب انه يحصل لان المشيل هتديني الارم على طول.
الحاجة التانية انه يكون احنا بنستخدم هاي ووتونيك سوليوشن، انه في ديفكت في البروبورشننج في الماشين، فكمية الووتر بالنسبة للداليسز كونسنتريت كبيرة قوي، فبقى الداليزيت هايبوتونيك، ده ممكن يعمل لي همولسس. لكن طبعا ده برضه بيبقى رير، لان الماشين هتقول لي ان في مشكلة في الكوندكتيفيتي فهتنبه ليها. لكن الحاجة بقى الأخطر إن الماشين مش هتقولي عليها، إن يكون في كونتامينيشن للووتر اللي هو جاي. الووتر اللي جاي ده احنا قلنا بيبقى ليه مواصفات معينة، اتكلمنا عنه في محاضرة الووتر بيوريفيكيشن. فلو هو كونتامينيتد ببكتيريا أو اندوتوكسنز كتير، أو بعض الكونتينتس فيه مش بالمواصفات الليفلز اللي هي السيف، زي الكلورامين، الفورمالدهايد، الزنك، الكبر، الفلورايد، كل الحاجات دي لو تركيزها عالي ممكن تبتدي تديني هيموليسيس. طبعا لو في اي حاجه من دولت البيشنت هيبقى بيشنت بس، لكن لو في كونتامينيشن من الووتر اللي هو جاي سنتر لكل البيشنت في نفس الوقت، هلاقي البيشنتس اكتر من بيشنت بيشتكوا في نفس الوقت، ودي تعتبر امرجنسي، لان انت دلوقتي عندك مشكله لكل البيشنتس والاستاف بتاعك لازم هيبقى هيتعامل مع كذا بيشنت في نفس الوقت. فدي تعتبر من الحاجات اللي ايه الميديكال امرجنسي اثناء الدياليسيس، وان كنا قلنا انه هو رير خالص، لان حاجات الميكانيكال بتكون مينيمال، والحاجات اللي هي علاقه بالتمبريتشر او الكوندكتيفيتي بتديني الارم بدري على الماشين. البيشنت يشتكي من ايه لو جاله هيموليسيس؟ يعني احنا ذكرنا بعض السيمتومز في الكومبليكيشن اللي فاتت، يعني شيست تايتنس، او يبقى مع باك بين، ممكن يجي بشويه نوزيا او فوميتنج، ممكن يكون في شورتنس اوف بريث، البيشنت ابتدى يحصل شورتنس اوف بريث. الفينس بلاد نفسه وانا شايفه راجع البيشنت بقى داركر قوي عن المعتاد. لو احنا خدنا سامبل من البلاد اوف ذا بيشنت وعملنا سنترفيوجن بره، المفروض يبقى البلازما تبقى كلير، لكن هنا هلاقيها بينك نتيجه الهيموليسيس والهيموجلوبين اللي خرج بره الار بي سيز. هلاقي لو قسنا الهيماتوكريت هلاقيه نزل بطريقه ماركت. طبعا عملنا الانفستيجيشن بتاعت الهيموليسيس العاديه، الهابتوجلوبين عالي، ال دي اتش عالي جدا، نعمل سي بي سي ريتكس، كل الحاجات دي هتدينا فكره عن الهيموليسيس. المشكله بقى في الهيموليسيس كمان اللي هو الامرجنسي هنا ايه، ان لو حصل هيموليسيس لار بي سيز بكميه كبيره، الار بي سيز دي مليانه بوتاسيوم، عشان كده هيطلع كميه بوتاسيوم عاليه جدا، فالهايبر الهايبركاليبه دي هيبتدي البيشنت يشتكي من وصل ويكنس، هيبتدي يحصل اي سي جي تشينجز، وممكن يؤدي الى كاردياك اريست لو كانت الكميه كبيره جدا. طيب لو البيشنت احنا وي ديتكتد الهيموليسيس نعمل ايه؟ اول حاجه نوقف البلاد بامب، خلاص البلاد دوت لازم اعمل كلامبنج للبلاد لاينز، واقوم واخد الاكسترا كوربوريال سيركت دي واخدهم الفلتر بالبلاد لاينز واعمل لهم ديسكاردنج في الويست. بلاد ده فيه بوتاسيوم عالي جدا، ما ينفعش ان انا ارجعه للبيشنت. الحاجه الثانيه ان احنا نبتدي نعالج الهايبركاليميا بالميديكال تريتمنت اللي احنا عارفينه، هندي جلوكوز انسولين، ندي بايكارب صوديوم بايكارب. ان في بعض الاحيان ممكن نحتاج ان احنا نعمل اديشنال داسز عشان اشيل البوتاسيوم اللي خرج بكميه كبيره، في الحاله دي بحتاج هوسبيتاليزيشن. بس ناخد بالنا لو احنا عندنا كونتامينيشن من محطه المياه نفسها مش هينفع اعمله داليسيس تاني بيها، لكن هنعمل بقى حاجه مثلا من الكونتينوس فين ريبليسمنت ثيرابي او في اي مكان تاني. طيب الحاجه بقى تانية، لو لقيت بقى مشكله محطه المياه لازم نرجع نعمل لها اسسمنت تاني ونشوف المشكله اللي فيها ايه ونحلها. ودي يمكن الحاجات اللي هي الكاتاستروف اللي بتحصل في بعض وحدات الغسيل، وان كان ده نادر انه يبقى كذا بيشنت يقول لك حصل له مشكله ومورتاليتي زادت، فغالبا في مشكله هنا ايه في الووتر بيوريفيكيشن. وزي ما قلنا فالهيموليسيس الاكيوت هيموليسيس اثناء السيشن دي من الميديكال امرجنسي، لازم ناخد البلاد ده كله ونرميه، وممكن البيشنت يحتاج طبعا داليسيس تاني عشان الهايبركاليميا، بس ما يكونش بنفس المحيط الووتر لو هو سبب وكونتاميتد. الكومبليكيشن بقى الاخطر اللي ممكن تقابلنا في وحده الغسيل اثناء داليسيس سيشن هو الاير امبوليزم. الاير امبوليزم ده فيري رير يعني، لكن لو حصل دي كاتاستروف. الاير امبوليزم طبعا ما بيحصلش رير ليه؟ لان بيبقى عندي زي ما قلنا في محاضره الداليسيس ماشينين، انا عندي اير ديتكتور، لو ابتدى يعدي ديتكت على طول الماشين ديتكت الاير وتبتدي تعمل كلامبنج للفينس لاين، وبالتالي بيشنت مش هيعدي له الاير. لكن طبعا بنفترض ان في ديفكت في الماشين، فبالتالي ما ادتش اي الارم هنا. طيب الاير ممكن يخش منين؟ اول حاجه ممكن يخش من عند الارتيريال نيدل اللي متوصله للبيشنت، في ديفكت فالهواء بيخش منها لان بعمل نيجاتيف بريشر، او يكون جزء اللي هو البري بامب arterial line، او ان انا لو بيغسل من سنترال فينس كاثيتر وسايبها مفتوحه والبيشنت قاعد مش الهيد داون، ممكن يبتدي يخش اير. دي اكتر اسباب ممكن تعمل كده، لا
لكن اي حاجه الماشين هتعملها ديتكشن بالاير ديتكتور وتعمل كلامبنج للاين، فعشان كده الموضوع ده رير جدا. طيب السيمبتومز اوف ذا اير امبوليزم، البيشنت يشتكي من ايه؟ اولا ده ليه علاقه بالبوزيشن اوف ذا بيشنت، فلو كان البيشنت سيتد قاعد في كرسي وبيغسل، يبقى في الحاله دي الاير اللي هيدخل هيطلع على طول على السيريبرال اي فينز، فلو حصل سيريبرال طلع للسيريبرال فينز لو هي كميه كبيره هتعملي سيباريشن اوف ذا بلاد ويجي نوع من الابستراكشن، فالبلاد هيقل فيبتدي البيشنت لوس اوف كونشسنس، يبتدي يخش في كونفولجنس وممكن كوما، وممكن لو الكميه كبيره يحصل له ديث. طب لو هو البيشنت كان في ريكومبنت بوزيشن الاير ساعتها هيدخل على الهارت على طول، فطبعا هيخش من هيخش في الفينز فيروح طبعا على الرايت فنتركل فيجمع هناك ويعمل لي فومينج كتير، طبعا ده هيعدي على اللنج فالبيشنت يبقى تلاقيه ابتدى مره واحده يبتدي يبقى فيه كافينج وبقى فيه ديسنيا ويبتدي يشتكي من تشست بين، وكل الحاجات دي طبعا هتبتدي تعمل نوع من الاريثمياز. لو الاير عدى من اللنج وراح الناحيه الثانيه الليفت فنتريكل ممكن طبعا هيبتدي يعدي في السيمك سيركليشن يمشي يروح للبرين تاني او يروح للكورونريز ويبتدي يعمل لي كاردياك ديسفانكشن. طيب لو حصل بقى اير امبوليزم نتصرف ازاي؟ اول حاجه خلاص انا اول حاجه اعمل كلامبنج للفينوس لاين، البلاد اللي راجع للبيشنت اعمل له كلامبنج بسرعه واوقف البلاد بامب، وطبعا البلاد ده كله هيترمي مش هنستخدمه. الحاجة التانية لو البيشنت وصل الهارت ان انا دايما احطه على اللاترال بوزيشن وينام على الليفت سايد، فبالتالي الاير هيبتدي يبقى في الجزء العلوي، في الحالة دي احنا ممكن نبتدي نخش بنيد المعينة او من خلال كاثيتر نبتدي نعمل اسبيريشن للاير ده. طبعا لو البيشنت ده ابتدى ممكن يحتاج نعمل له كارديو بالمونري ريسستيشن سي بي ار ونحطه طبعا على الاكسجين ماسك 100%، او حتى لو احتاج نعمل له انتيوبيشن، وبالتالي ده الايه المانجمنت. زي ما قلنا ان دي كاتاستروف ودي ما بتحصلش الا فيري رير عشان السيفتي اللي موجوده على الماشين من اير ديتكتور والاير كلام، لكن نقدر نقول انه لو حصل دخل كميه بسيطه ممكن ما تعملش مشاكل، بس غير البيشنت يكح شويه وشويه ديسنيا مع اكسجين وديسكارد البلد خلاص، لكن الكميه لو دخلت 1 ام ال بير كيلو جرام اوف ذا بيشنت 1 ام ال من الاير بالنسبه للكيلو جرام دي تعتبر ايه كميه فيتال وغالبا البيشنت ما بيعديش منها. اخر كومبليكيشن معانا النهارده اللي هو الدايلايزر رياكشنز. الدايلايزر رياكشن هو في الحقيقه كنا زمان بنقول كانوا بيسموه فيرست يوز سيندروم، لان هو ده اول الناس اللي هم بيستخدموا الدايلايزر لاول مره او اللي هم بيعملوا ريوز، لكن لو بعد كده انه ممكن يحصل حتى مع الريوز اوف ذا دراج الدايلايزر، احنا دايما بنستخدم اللي هو السنجل يوز ناخد الدايلايزر نغسل بيه ونرميه، لكن في ناس بتاخد زي ما قلنا قبل كده ياخد الدايلايزر يعمل له ريوز يعملوا يعني يغسلوا الفلتر تاني ويعملوا استراليزيشن بطرق معينه بمقاييس معينه عشان يشوفوا الفوليوم وبعدين يستخدموا تاني، فقال لك ان بيستخدموا سنجل يوز ده هو اللي يجي لهم، لكن بعد كده لقوا انه ايه انه حتى مع الريوز فما بقوش يقولوا فيرست يوز سندروم ولكن يقولوا دايلايزر رياكشن، وبيتقسم الى نوعين تايب ايه وتايب بي. تايب ايه اللي هو الاخضر لان ده حاجه بيبقى انافيلاكتيك، الانستانس طبعا هو بيكون رير يعني يحصل من 3 الى 5 لكل 100,000 سيشن، لكن التايب بي بيحصل من 3 الى 5% يعني كل 100 سيشن ممكن يحصل ما بين 3 الى 5. طبعا هنا التايب اي رياكشن بيحصل في اول 5 مينتس يعني اول ما يركب البيشنت على طول، ممكن يتاخر اب تو 20 مينتس او 30 مينتس لكن ما يحصلش بعد كده، لكن تايب اي هو اللي ممكن يحصل بعد كده يعني بيحصل بعد 30 مينتس بعد ساعه ممكن يحصل الدايلايزر. السيمبتومز طبعا في تايب بي هو بيكون مايلد ممكن يجي شويه تشست بين او تايتنس مع باك بين، لكن في التايب اي ده بتكون حاجه ما بين مودريت وسيفير. لو هو مودريت يجي البيشنت يبقى كف يجي له كف مره واحده يطلع له يبقى في ارتكاريا وراشز وايتشنج على السيشن، يبتدي يبقى سنيزنج او على طول ووتري ايز وممكن يبقى فيه شويه ابدومينال بين ويبتدي فيه نوزي او فومتنج، ده في المودريت. لكن لو في السيفير لا هيخش في سيفير ديسنيا وممكن يبتدي يخش في كاردياك ارست و ديث. طيب بالنسبه للكوز ايه اللي يعمل تايب ايه؟ لقوا اكتر حاجه كانت بتقابلنا اللي هو الدايلايزر نفسه يكون استرلايز بالحاجه الكيميكال اللي هو الاثيلين اوكسايد، وده اتكلمنا عنه في محاضره الدايلايزر. فاحنا بالاثيلين اوكسايد يبقى هو عنده الرجي منه، خصوصا ان احنا اذا ما كناش عاملين برايمنج ورينز كويس للفلتر وشلنا الاثيلين اوكسايد فيبتدي يعمل له ايه انافلاكتيك رياكشن.
طبعا ده بنشوفه اقل دلوقتي لان احنا بنبتدي نستخدم الفلترز اكتر الاسترلايزيشن بالستيم او بالجاما الراديشن، وبالتالي انا مش متوقع ان احنا يكون ده سبب كتير. طيب الناس اللي بيستخدموا اللي هو البي اي ان فلترز او اللي هو الممبرين الاي ان 69 وبياخدوا معها كمان اي سي انهبيتور، احنا قلنا الاي سي انهبيتورز من الحاجات اللي هي بتمنع الان اكتيفيشن اوف برادكاينين الى ان اكتيف ميتابولايتس، كنا اتكلمنا عنه في محاضرات الهايبرتنشن، فبالتالي بيبقى فيه برادكاينين كتير فده ممكن يؤدي الى انا فلاكسس. الحاجة التانية ان يكون في كونتامينيشن ببكتيريا للداليزيت ووتر نفسه، او الناس اللي هم بيعملوا ريوز للفلتر ومش فيش ديس انفكشن كويس ممكن يبقى كونتامينيتد بالبكتيريا، فده طبعا يؤدي الى تايب اي رياكشن. لكن بالنسبة لتايب بي السبب مش معروف بالظبط، لكن هو بيقول اللي بيحصل كومبلمنت اكتيفيشن وبيبقى ليه علاقه بالممبرين تايب اوف ذا دايلايزر هو اللي بيؤدي الى تايب بي. طيب لو حصل رياكشن في تايب ايه نعمل ايه؟ اول حاجه طبعا لازم اعمل ستوب دايلايسيس سيشن واعمل كلامبنج لللاين واعمل ديسكارد لكل الحاجات دي، خلاص واعملها ايه ديسكارد. طيب الحاجة التانية ان ممكن البيشنت لو هو سيفير يحتاج كارديو بالمونري ريساستيشن سي بي ار، ونبتدي نديله على طول زي انا في اي انافلاكسس بيحصل انترافينوس دراجز، ثلاث حاجات اللي هو انتي هيستامينكس مع ستيرويد مع نور ابنفر. طيب لو حصل في تايب بي غالبا احنا كل اللي احنا بنقول شويه تشيست تايتنس مع باك بين، يبقى لازم اكسكلود الاذر كوزز اوف تشيست بين اند باك بين اللي قلناها قبل كده. الحاجه الثانيه نحط له شويه اكسجين وبنكمل الدايلاسيس سيشن في خلال ساعه بتكون السيمتومز دي راحت ومفيش مشاكل بقى. لكن بالنسبه للبريفنشن لو هو البيشنت جاله طيب ايه قبل كده او انا خايف يجيله، ان احنا دايما او نغسل بفلاتر تكون استرلايزد بستيم او على الاقل جاما ايراديشن، بلاش نستخدم الايثيلين اوكسايد، ولو هنستخدم الايثيلين اوكسايد لازم نعمل برايمنج رينز كويس جدا للفلتر، نزود الفوليوم اوف سالين اللي بيعدي لغايه لما نعمل ووشنج تمام. الحاجه الثانيه اذا بلاش نستخدم الاي ان 69 مع الاي سي انهبيتور، لو هنستخدم الـ AN69 يفضل ندي حاجة ما تعملش تزود البراديكانية زي الـ ARB، فالـ ARB ممكن نستخدمه الـ AN69 عشان البراديكانية مش هيعلى فنكون مطمئنين شوية. الحاجة التانية ان احنا نغير الممبرين تايب، لو عنده رياكشن حصل له رياكشن مع ده ليزر معين ممكن نعمل شيفت لـ another type. بالنسبة للتايب بي كل اللي احنا مطلوب مننا ان احنا نغير الدايلايزر لمور باي كومباتيبل دايلايزر، من الحاجات اللي هي السينثيتك بتقلل الريسك اوف تايب بي رياكشن. وفي ناس اللي هم قالوا انه احنا ما بنعمل ريوز للفلتر بيبتدي البروتينز تبقى باوندد للممبرين وبالتالي بيقلل الريسك اوف ذا رياكشن. كده يبقى احنا خلصنا الكومبليكيشنز ديورنج هيمودياليسيس وشكرا ليكم.